يعني مهما بعدتي يا وين خشيتي ما ردتش لاصلك سبيكه ايش تبين ابي حقي مالك حق عندي امبلى عندي وايد عندي سنين قضيتها بدون عقل ولا مخ عندي سنين وانا ابتسم حق ناس اشرار وانا ما ادري انهم السبب اللي انا فيه دافعت عن عيالي حالي حال اي ام في الدنيا وانا انحرمت من بنتي ما عشت معاها مثل اي ام